سلامتكم، مرحبا بكم من جديد في رمضان الخير. مكملين معكم حتى نص النهار كالعادة. الوقيت هذايا وقيت هذه دبارة ليهم. هذه دبارة ليهم. في هذه دبارة ليهم اليوم نمشيو لسبيطار طاهر المعموري في ولاية نابل باش نعرفوا مع القيم العام الموجود في السبيطار هذايا سي يزيد بن قمرة اللي حاضر معنا بالتليفون باش يعطينا فكرة على اليوم شقان الفطر شنو باش يكون وسحور كيف كيف. صباح النور سي يزيد. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. مرحبا 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 بكم وإن شاء الله تدخلنا يكون مثمر بكم. عايشك مرحبا بك سيدي. دونك سي يزيد اليوم شقان الفطر في سبيطار طاهر المعموري، خلينا نبداو ساعة قبل كل شيء. هو نعرفوا أنه شقان الفطر وإلا العشاء بالنسبة للمرضى هذيك الوجبات نحافظوا عليها في أوقاتها العادية، ولكن يختلف بالنسبة للإطار الطبي وشبه الطبي والعاملين في السبيطار. خلينا نبداو بالمرضى على أساس أنه العشاء معناها التوقيت متاع شقان الفطر هو نفسه العشاء متاع المرضى. بالنسبة للمرضى مثلا عشاءهم اليوم شنو باش يكون بالضبط؟ اليوم بالنسبة للمرضى إن شاء الله العشاء باش يكون سلطة تونسية، كسكسي بالخضرة، حوت والفرويد سيزون معناتها الديسير، وإن شاء الله باش يكون شوية خضرة. هذا بالنسبة للمرضى. إيه هذا للمرضى. بالنسبة هو راهو على, 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 على فكرة أختي بالنسبة الفرق بين المرضى والإطار الطبي والشبه الطبي راهو مش فرق كبير برشا، مو جست ان الماكلة معناها التفاح تفرق وكل شيء، ماناش عاملين تمييز معناتها هذا نطيبوا له مسلي وهذا نطيبوا له. لا هو الفرق في الماكلة الصحية، يعني تعرف المريض ديما ماكلته صحية أكثر من الشخص اللي العادي. طبعا أخصائيين نتاع أغذية هما يعطيونا الريجيم نتاع المريض، كل مريض حسب القسم وحسب الحاجات حسب الوصفه الطبيه زاد عندنا الاخصائيين تاع الاغذيه نتاع التغذيه هما اللي يعطيو الكوجينه المرضى شنو الماكله نتاعهم، عندنا في التفاح وفي كل شيء قاعد يتيرون شويه على الماكله نتاع الاطباء والاعوان. بالنسبه للاطباء والاعوان شنو شقان فترهم اليوم؟ اليوم بالنسبه للاطباء والاعوان عندنا ثلاثه خضراء، عندنا تستيره، عندنا بوسون دري حوت، شويه فريت، شوية كسكسي، والديسير اللي هو كعبات خوخ ومشمش معها كعبة يغرس. بعد العشاء الحقيقة هذه إضافة في رمضان عاملينها شوية كويستي. اي ما فيها باس، ما يسالش واحد يقعد راسه بكويستي بعد شقان الفطر. بعد شقان الفطر. سي يزيد قداش تقريبا من بلاتو ولا قداش من الكونتيتي اللي تخرج يوميا بالنسبة للإطار العامل في السبيطار؟ يوميا من السبيطار هذا. ساعة قبل كل شيء خلينا نسألك سي يزيد، انتوما قبل ما تجاوبني بلي سي يزيد انتوما الماكلة تطيبوها عندكم كويزين معناها انتيغن في السبيطار موجودة، ما تاخذوش من برا؟ لا لا لا، الماكلة يتم طبخها يوميا طبخها في السبيطار. في كل وجبة يتم تحضير من طرف اعوان متواجدين في الكوجينة نتاع المستشفى. باهي تخي بيان. دونك الكونتيتي قداش تقريبا اللي تخرج في شقة الفطر بالنسبة لرمضان؟ اي بالنسبة لرمضان عندنا بالنسبة للأطباء حوالي 40 وجبة بالنسبة للأطباء تخرج يوميا. أي. ومعهم الإطار شبه الطبي حوالي 50 هذا يوميا بين أطباء وأعوان كامل أعوان المستشفى حوالي 90 وجبة. 90 بلاتو أي 90 وجبة. هذايا وكيفاش يتم تحضير شقان الفطر؟ تحطوه معناها كل يوم بيوم وتختاروا ولا يحضر تحضر ليستا نتاع جمعة ولا كيفاش يتم الإعداد له؟ والله احنا نعملوا أمينو نتاع أسبوع. ونبدا معناتها كل يوم عندنا وجبه، شنو البرنامج الوجبه شفاها تكون وجبه بطبيعه الحال وجبه صحيه تجمع بين سلطه وماكله وبلاط برانسيبال وبيسير ونبداو هكاك نشوفوا الملاحظات شنو هي نجم بار اكزومبل في نهار من نهارات يكون فما عدم رضا على حاجه مثلا سلطه ما تعجبش نحاولوا نحسنوا فهمت. اما المنيو نعملوه اسبوعيا بالاسبوع وحسب الاسبوع هذا كان معناتها نكملوا نشوفوا شنو هي التغييرات. اي وتحاولوا تاخذوا الشاوي شويه تسالوا الاطار الطبي وشبه الطبي ولا العاملين الغاديكا مثلا شنو شاهين ناخذوا الاراء تاعهم مش ما درت انك نجيو مصباح نقول لهم شنو شاهين اليوم مي ناخذوا اراءهم شنو رايكم تاعك. لا دليل مش دليل ما ينجمش يوصل للدرجه هذه. يعطيك الصحه سي
يزيد بن نقمرة القيم العام في مستشفى الطاهر المعموري بنابل. شكرا لك مرة أخرى على تدخلك معنا على التوضيحات اللي قدمتها لنا. موزيكا نرجعوا بعدها لدورة رمضان لليوم وين بشتزنا.